يا مرت عمي، واخيرا جينا لعند علي. اللي بس اجي انا لهون شو بقول بعد لعقلي يا مره برقي على علي بلكي بحضر بعد بلادي هوني كيري. انتو بتجي من تاني ميل؟ لا، نزل العنب. الله يبارك. شغل وين هالعنب يا علي؟ هذا منه وعد دوق لك علك دوق. ها بطبيخ يمن جاي جديد يا علي. ليه عم تشقى؟ لا يا علي، هلا بدي اشممنا الريحه. هلا بيعرف صوين ريحه البطيخ بشقوا قوي قلبي. انا بدي فجاه متابعين بس انا حمرا هنسحبل علينا. انا حمرا المرت عمي منا حمرا. فهي تتبيله الكفته، اخذت كفته بالعجل لحم العجل، والثاني هونيك كفته لحم الغنم. طبعا ما بننسى الرماح افندي، هو وبقع خانه. ليكو كل ما نجي لعند ابو علي والله كله بميزان حسناتك يا ابو علي. يا الله بس تشوفهم كيف عم ياكلوهم. ما شاء الله شو تقيلة. الله يسعد لي صباحكم حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف ألف ألف خير. انتو عم تشوفوني اليوم مثل ما شايفين في قدامي الطرد، وصلني من حبيبة قلبي متابعة كتير غالية على قلبي من قطر. قلت بدي افتحها انا وياكم، بدي اشوف شو جايينا هيك كدويات. ليكم مين ما بينبسط بالهديه؟ ما تقولوا لي اي حدا اذا اجته هديه بينبسط فيها. سبحان الله، يعني نبينا فرح بالهديه، فما بالكم انتم. فانا شو حاعمل هلا؟ مني قلت لي انت بدي افتحها واعرف شو جايينا كدويات حلوه من قطر. بس والله تاخرت حتى وصلتها. قد ايه تاخر؟ انا زمان بعتتها. عن جد؟ يا الله الله يسلم بيها. بس في التاريخ انت؟ لا والله ما قريت. لا والله. لا والله ما قريتها، بس مبسوطه فيها. يعني ليكو سبحان الله، في مثل دائما كانت ستي الله يرحمها تذكره، كانت تقول صديقي، بما معناه صديقي يذكرني لو بتفاحه حامضه. فقد ايه الهديه بتفرح؟ يلا ان شاء الله نكون نحن دائما من المتهادين لبعضنا. بيقول كمان تهادوا تحابوا، هاي دليل محبه. لا شو كمان اكيد يعني. اكيد، وانا بدي اتشكرها من كل قلبي قبل ما اشوف شو في بقلب الكرتونه. يعني انا يعني عم بفكر قديش هي خطيه، قديش عانت لحتى قديت عزبت وجمعتهم جمعتهم ضبطهم واخذتهم لمحل البريد. يعني بين في حاجات وحاجات. تقول بتنبسطوا بالهديه مثل ما هيك؟ ليكو قد ما يكون الانسان سبحان الله، قد ما يكون بس تجي هديه بحسه كانه شيء ثاني. فليكو الظاهر هي الشريات من قطر. بس اول شيء على الوش ليكو، ليك هذا شو حلو لك يا هيدي. هذا الدلة؟ كثير حلو، هو من الالمنيوم، صاير من الالمنيوم، ميد ان انديا، هندي. منو دلة هذا؟ شي للقهوة. هي بتعرفني انا الي مرق بهيك قصص، بس كثير حلوة. بتعرفي ايش بوقتها؟ بتعرفوا انا عندي هذا المنقل يلي هذا الانفرتر تاع الطاقة، ما حدا يفكر عنده بالبيت لانه حبيباتي اللي بلبنان بدغري بيقوموا بيركضوا بيفكروا اشتي كهرباء. لا هذا عندي انا. فكتير كثير مهضوم. تخيلي نحط على المنقل يلي هيدي اللي حطينا بالصالون. كثير حلو، كثير شكله حلو عن جد، بدي استعمله الليلة. هذا شو؟ هيك شو مكتوب عليه؟ كفكي قطر تيستي ذرة مقلية بنكهة الشيدر والهالوبينو. ذرة مقلية برحي بجيب يا. الظاهر في تمر مشهور بقطر اسمه التمر المرحي. بعتت لي تنتين الله يسلم زيادهم. هولي غير شكل للمعمول. برحة أو برحي ما بعرف. جريش. يا برحة يا برحي. هذا جريش، نحن ما عندنا جريش على فكرة. لا كثير مبسوطة أنا بعتت لي جريش والله. يعني بتعرف هو قمح مكسر، نحن ما بنستعمله للجريش. أنا بسمع كثير خليجيين بيقولوا جريش. دايما عن جد صراحة. يعني هو على مبدأ البرغل، بس الحبات القمح مكسرين بالعرض. هيدا هو. الله يسلم بيتها. بعتت لي هيل كمان. بعتت لي هيل والله الله يسلم دياتها.
انت ام هيك بتعملك الام ريحه حلوه. معلومه يا جماعه، ليلى دائما بتحط حب هيل بتمها، بحب بحط طعمته، وبتجبرني اني احط كمان حبه هيل بتمي، بس انا ماني هذا، بس بحط طعمته بس بسبب حبيت الهيل. بس انا القهوه بجيبها على البيت ما فيها هيل بسبب مرت عمي، بقول بلكي اجت عندي مرت عمي، مرت عمي ما بتشرب القهوه بالهيل، بس انا كثير بحبه. ايه هذا؟ اها شو هذا؟ يمكن قهوة، هيك لك شحلة المعلقة تاعها. قهوة محلات الجنوب علامة مسجلة. شو هاي؟ كوفي دلا برنسلي من قطر. اكلتها تعجبني هلا ظبطها. دلا الأميرية. الجنوب ستور. محلات الجنوب. فقهوة الدلا الأميرية. فوالله بدنا نجربها بهيدي الدلة. شربت قوم البيري قهوة خليجية، لأن أنا ما بدي يلي هي هال؟ لا قهوة خليجية بتجي بيقولوا لها خضرة أو شيء. إيه خضرة. أنا والله لهلا ما أنا حمصة التركية، أنا القهوة التركية بحبها من يعني والله سلمت يدي. بجرب القهوة الخليجية يمكن أحبها أكثر والله. ليكو هيدا نعناع مجفف حبق هائل الجبلي. لكن حتى ولو خلصت القهوة ليلى فيكي استعملها للقهوة. استعملها تنضغط حلو. كتبروير. إيه والله. بدي أفتحها بدي أفتحها أكل. الله شم بتحس دماغك فتح. نعم مجفف. ايه منتول او شيء بقلبه ما بعرف. ايه عن جد بتحسه مثل المنتول اذا عارفينه، او المنتوس اللي بيحب اللي بيعرف حب الهولز. ايه الهولز اللي بنحطه بتمنى تحسه الراس فتح. نفس الشيء بس ريحته بتشق القلب. هذا الغطا هيدي مشان ما يوقع. كمان تمر. ايه والله سلم دياتك، والله معزبي حوالي. سلم دياتك من كل قلبي. يعني 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 أخت خلود عزفت على الوتر والحساس تبع ليلى بموضوع التمر. يعني هلا بيقولوا لي انت ام ملوخيه ولا انت ام هال ولا انت ام تمر، انت طلع علي صيت. اه خلينا نحكي بصراحه، بتحبي التمر كثير انت. ايه كثير كثير. ايه بوفكي قطر. والله شو جاب لي جابهم تورتيلا هاي. وهيدا شو؟ هيدا مثل اللي عندنا ليلى شو بسموه؟ التشيتوس. ايوه توريتوس. توريتوس تشيتوس ما الحكي يعني، بس لنشوف هذا التورتيلا. شفت هذا خبز التورتيلا هني عاملينه. والله والله كله راح نجربه، كله حندوقه وحنعطيكي راينا حبيبه قلبي. هذا نكهه الصلصه المكسيكيه. كمان بوفكي قطر. يكتبوا لي اغلب القطر كثير يعني بتاكلوا منه هيدا البطاطا؟ مش هيك، هي بتحبه كثير. ايه وبدي اياني ذوق. بدي اياكي كان ذوقي. عيوني الله يسلم ذياتك. بس انا عارف انه انا بحبه اكثر مني. انا بحب هيدا اكثر من التورتيلا. هيدا تيستي ذره بنكهه الجبنه. ايه بينتوا هيدا مضبوط. ده رهيب. تيستي ذره. ومنذ عام 1984. اوه والله كمان تمر. كمان هذا شو؟ واو زعفران. والله كلفتي على نفسك، الله يسلم دياتك. كلاتنا بنعرف انه زعفران كتير غالي. الاصلي 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 الاصلي. انا دغري من ريحته بقفشه. الله يسلم دياتك، يعني بتشكرك من كل قلبي والله. فهدلا نشوف هون. يي ليكو ليكو خيال. هيدا قطر الزعفران. ليك شو حلو. محلات الجنوب يا عمري يا عمري عن جد. الله يسلم لي دياتك والله. هيدا دلة القهوة بس عترمس. هاي ترمس اللي بيحفظ القهوة فيها. ايه ميد ان جيرماني شغل المانيا. ايه اها بس شكله كتير حلو ولونه لسه على احلى. كتير بحب هاي الالوان انا الرايقه. هي الحمرة هون شو هاي؟ الحمرة اللي على راس الغطا ما عرفتها لشو. ايه بكي فنجان البادية. هي مثل فنجيننا نحن عن جد. في عنا الفنجين اللي بيجوا معرقين اخضر ازرق. اذا وين المقص؟
خليني افتحها وفرجيكم اياه من قلبها من جوا. مثل الفنجان اللي كيف بيسموه التقليدي هادي الفنجان التقليديه الفنجان الزرق اللي مرت عمي بتحب تشرب فيه ونشرب فيه فنجان الشفي لا نفتحها كمان من ثاني جهه. بتعرف فنجان شفي؟ فنجان شفي مبين مرسومه على الكرتونه. فبفتح الازار الازاز التلزيق ما بقى في شيء بالكرتونه. انا عطلاني هام ما اكسرهم لانه حانقهر كثير اذا كسرت شيء. ليكو هني حلوين جميل جميل جمال ملوش مثال. عن جد هذا 4 5 6 لا اتاكد اذا في شيء مكسور. الله يسلمك. 9 10 11 12 ده الزينه. الله يسلم دياتك حبيبتي خلود. ما بعرف اذا قلت لهم انا اسمها هي اسمها خلود. بدي اقول لك الله يسلم دياتك وبتشكرك من كل 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 قلبي على هالهدايا يلي حامله ريحه قطر معها لهون. وان شاء الله يوم اللي بتيجي انت على لبنان ومستضيفك بقلوبنا مش بس ببيوتنا حبيبتي خلود انت وكل حد عم يسمعني. بتعرفي عبيلي عبيلي اروح على قطر زياره؟ اي أيوة والله بدها والله العظيم بدها. رحنا شي مشوار قطر سياحة. حلوه وتروحي لعندها كمان وتشوفيها واخذ لك هدايات من لبنان. بدي اقول لك فنجان اخذ لك فنجان الشرفي كثير بيشبهوا هون. ان شاء الله ان شاء الله الله كريم باذن الله الله يطعمنا. انا دائما بقول حبايب قلبي متابعيني يلي هن اخواتي على اليوتيوب ان شاء الله بدعي لله الله يجمعنا واذا ما كان بالدنيا ان شاء الله بجنة الفردوس باذن الله بنشوف بعضنا وبنلتقي. وبرجع بقول لك الله يسلم دياتك كلك ذوق بتشكرك من كل قلبي حبيبتي. يعني ماني مستوعب امتى يجي الافطار لحتى ندوق هالتورتيه هذا. نشوف هون عن جد عبيري نعمل القهوه لازم. انا كثير مشتاقه اعمل القهوه بهي مش بهذيك هذيك ما بتعرفي. بتعرفي شو ميزتها هيدي هيدي الالمنيوم؟ ايه انك اذا حطيتيها على الحطب او على الفحم فورا بتغلي دغري دغري. ومرت عمي روح قلبها الالمنيوم فلازم لازم نجربها. يعني الدله موجوده والوينيه والقهوه موجوده والهالات موجودين. يعني ما بدي شيء بقى الا انه المنقى الموجود ما بقى اهلا فرجيهم اياه. ما بقى الا انه نشعل الفحمات ونحط القهوه. ويا سلام الله يسلم دياتك. وهذا هو المنقل. فأطيب فنجان قهوة حيكون من عشية عليه. حتى فاجين ياه. هذا البلكيس هو الغطاء اللي منغطي فيه المنقل إذا بدنا نحطه برا بالشتاء. هذا؟ لما يجي الغطاء البلكيس. بس هذا حتى ما إذا طقش أو شيء ما مشان ما يطقش على تيابنا ويحرق لنا تيابنا أو الفحم. أو في شيء يوقع فيه مثلا. مظبوط. مرة صورت لكم إياه وكثير إجتني تساؤلات يا ليلى منين جبتوا لهذا المنقل؟ والله للأمانة نحن جايبينه من عند الأوتلت سيد. من عند الأوتلت سيد. إيه. طبعا حطوا هذا من جوا شي نفيس حطوا وهي من جوا دغري على ال نحطوا على الفحمات دغري نحط معه شو؟ شو؟ هذا ايوه هذا لنشوف هيدي شو قصده نحط معه هذول الفنجان الفنجان شو لك تحطهم؟ ايه وبنقعد داير من دار المنقل ومنشرب القهوة الله الله ومناكل شيبس. ليكو عشقة رمضان ليكو ليكو. أنا كتير بنبسط أنزل برمضان على طرابلس. عشقة سير مو عشقة رمضان. والله عشقة رمضان ليكو ليكو السوق. الأمبو عشقة مش بس رمضان. بدي أحكي لكم شغلة على هذا السوق حبايب قلبي. أسواق طرابلس كلياتها من بعد 15 رمضان ما هيك يا هادي؟ بتفتح لوجه الصبح تتخيلوا؟ لوجه الصبح بضلوا فاتحين. يعني عن جد أجواء ولا أروع من هيك. ليكو حلو العيد. عم بيس
يسلموا على بعض انهم مسكرين الطريق. اصلا هلا رحمه ايه اول ايام رمضان يا لطيف العالم شو بتكون متخلقه. رؤيا اخي الله يرضى عليك. الله يجزي الف خير عن جد. كيف عم بيلطف الجو. انت واقف بنص الطريق. يلا الله يسلم ديته. اذا خليت خربت عن جد. اذا خليت خربت سبحان الله. بيلتقى واحد مسلم ادمي دخل طيفك مشكله ولو انه بكل ثلاثين اكله يعني حرام. مأجور بزعل. ليكو مين مثلي بيحب هالقصص الالومنيوم كثير بيلفتوا لي نظري الطناجر والصاجات والهي القصص الالومنيوم كثير بحب شوفهم. تاخذ شيء مرتب. الله يعطيك الصحه والعافيه ابو حمزه. جينا لعند ملحمه ابو علي. الله يعطيكم الف عافيه. تناخذ لحمتنا لانه عندنا عزيمه اليوم. والله هذا العصاوس رح اخده مشان الورق عنب. هذا اطيب جزء بينحط بطنجره الورق عنب طبعا على العيد مش هلا بس رح اخده وامن عليه. طالما هيك هيك ابو حمزه الله يجزيه الف خير عم يجرم الخروف هلا. هذا للشوي غير شكل كله للشوي. شو اسمها القطعة يا أبو حمزة؟ هذه الكاستلتا. الكاستلتا ناحي الضلوع. حجي بدي منك 300 600 900. رح اخد كمان اشي شطابوق. هاي تتبيلة ابو حمزة عن جد شي مشاهد. بتعرفوا الولاد قد ايه بيعذبونا بس نقول لهم كلوا اللحمة. فالحمد لله في جاج شي شطابوق كتير بحبوا الولاد عن جد. يعني تتبيلة ابو حمزة يضرب لها التحية. هاي قطعة الكاستلتا. يعني اذا بدكم تجيبوا لحمة للشوي عن جد دايما اسألوا عن هاي القطعة. هلا بدنا نسحب منها العرق اللي هي هي اهم مرحله عن جد. اذا اللحم ما سحب العرق بتحسوا بتاكلوا اللحمه وبتعلو كبتمكم ما بتتهنوا بالاكله. هلا بدنا نورجين هون شو بيصير تحت هذا العرق. هاي الكفتة أخذنا لحمة الشوي أمننا عليها. الحلو هون بملحمة أبو علي إنه مباشرة بيحطها بالبراد لبين ما خلص للطلبية. فهاي تتبيلة الكفتة. أخذت كفتة بالعجل لحم العجل والتاني هونيك كفتة لحم الغنم. ما شاء الله لأنه الدنيا رمضان فالمحل عنده ما شاء الله. الله يبارك. الله يرزقك يا ابو علي. اهلا فيك. قلبك. اعتبر رحمتك هلا نشرت على اليوتيوب على المستوى الواسع.
وطبعا ما بننسى الرماح افندي هو وبقع خانه. ليكو كل ما نجي لعند ابو علي والله كله بميزان حسناتك يا ابو علي. يا الله بس تشوفهم كيف عم ياكلوهم. صوري لي يا ايه ماشي. قولي كلهم لرماح. ماشي. طلعنا من عند اللحام جينا لعند مرت عمي. قلنا بناخدها معنا طالما نحن هيك هيك بالبلد. فوالله الله يسلم ديته لهاللحام يا هيك. عبالنا كيس مليان لرماح افندي. اي والله هو برمضان وبغير رمضان له اجر وثواب، فما بالك برمضان. كل كبد وقت صدقه. اي والله. اجت حبيبة القلب اجت. يا عم بتقلي والله لكسرك، انا من بعيد بفهم عليها. لانزل وقاعده محلي. طلعت القزاز لك وانا كيف بشتغل، ما بعد بعرف اكبس على الزرار بس شوفها. لك الله يسعد لي هالوش القمر الجمال ده. حدا يقول لي هاتي بوسه حبة منه. طلع عم تقول لي خليني اقعد ورقه. لك ما احلاها، لك ما احلاها، ما احليني. والتي والتي ما شاء الله عنك مرت عمي. ما شاء الله ما شاء الله على هاللحم ابو علي. قلت لي انا عند اللحم لك هلا ابو ربع ساعه بتحمل حدا وبتجي. اي ربع ساعه برمضان بدك تقعدي ساعتين ليعطيكي طلبك. بسم الله ما شاء الله يخز العين يا عمي وبي العالم عم تطلع على اللحمه بقى. انا هيك شايفه خلص وعليه خير. قال له كسرنا الدف بطلنا نغني. خلص رمضان وعليه خير. يلا قرب ها عدت كوسية عن جد. ما شاء الله الله يرزقه. وهو يا حرام ايه صحيح ما شاء الله. انا شو كنت مفكرة من نحن وبالبيت يا مرت عمي، كنت مفكرة انه نوصل لعند ابو علي. ذاكرة قبل رمضان لما اخذت من عنده تفريزاتي ايه ما شاء الله كان عامل شيء مثل معمول الماد، كان عامل شيء مثل البقلاوة. شو عامل؟ بيعمل اشكال والوان ابو علي. فانا شو قلت كنا عم نشاور بعضنا انا وهيدي من نحن وبالبيت لما نروح عند ابو علي مننقي من هالصحون اللي عملها ابو حمزه صحن صحن على الماشي. بسم الله ما شاء الله بنجي مباشره على المنقل. بسم الله والله هذا الصح. انا لهلا ما قلت لهم من عزمه ايه بس طولتي يغزى العين. والله ما يعني انا عدت رجعت نمت رجعت فقت رجعت ايه كل هالوقت وانا عند اللحام. والله بقول لحالها ما حدا دق لي. اوكي هلا دقت لك دق لك خولي معقولة هلا ليلى الساعة عند اللحام. اي والله الساعة 3 رجعت تشتري المحل كله. الله يبارك مبسوط ما شاء الله. اي والله بتدوز وصلك عم تخلط معنا بقالك بعاد. قال لي والله في عمرك تعال تعال استعد بحيط الله. يا حرام يا حرام. هو كان مستحي من الزباين لانه ما عم بيلحق. الله يبارك. الله يرزق العباد يا ليلى. الله يرزق العباد. مرت عمي لحام شاطر شهر صيام عم حبيبي ونضيف وعيقتي وصحي صح ولقمته طيبه. قولوا 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 زبوناته ابو اللهم صل على النبي. شو عامل صحون مثل ايه مثلا؟ والله ما كان عامل ولا صحن من الصحون اللي انا بدي اياه. امانه جبت العالم يمكن جبت لحمه شقف وجبت كفته. ما فاضي ما شاء الله يجزي العين. اي ما فاضي ما شاء الله يجزي العين. بس لحمه للسائل. ايه بس لحمه دغري على السريع لحمه شوي ما شاء الله. وقلت بنعمل بطاطا مقليه خير الله وخيار بلبن حد الكفته كمان جبت كفته يا مرت عمي. ايه فبدي اقول لهم انا مين عازمه. بسم الله ما شاء الله عازمه حبيبه قلبي ام السوس هالمره. يا عيني يا ليلى والله سوسو خانو بدي خدني معها هي. ايه أمينة يا أمي تطلعي معي. بك يا أمي أخوك عبودي أحب الأمي. بك يا أمي وقامي أخوك جنبي لا ترتبطي فيني لحتى أنعتك. إيه بدي إياك تروحي معه. إيه والله يا ليلى متعوبة خطيت أنا. إيه لأنه هلا صارت على وش ولادي. الله يخلصها بخير يا رب. يا رب يطعم لك كل شيء بده رب العالمين. حلو هيك برمضان مرت عمي نعزم بعضنا نروح لعند بعضنا. يعني الجمعة على الفطور إلى لذتها ما تقولي لي. إيه صحيح. بس بتعرفي حسينا حالنا بعد هالصيام الله لا ينعادوا لهالايام بالصحه والعافيه والخير. امين. تحسي حالك عبتي كشيتي ما بقى ما عندك هالنشاط. ايه تشينا والله. ما بقى عندك هالنشاط تشجعي وتقومي تركي. تشيتي يعني والله يعني تشينا. انا هلا صرت تشتوش مثلا. ضعفنا يا عبد الهادي يا بقى لنا. هلا صرتي تشتوشي. ايه والله تشتوشي. والله قديمي هلا. والله كل الحق معك. ايه والله حياة الله يا ليلى بتنبسطي هلا بترتاحي ببيتك بحس اكثر انا. ما شو بدنا نعمل هلا الواحد بيرتاح ببيته مزبوط لانه بيشرب الشوربه على مهله. ايه بيفطر على مهله بتعدي هلا شخصي ارجع انزل من عندك هون بعد الفطور يعني بلاقيها كثير انا بس يلا شو بدي يعني بدي ارضيكي ما في لك يا عمري يا عمري بالعكس نحن اصلا ما بتحلق قعداتنا بلاكي. الله يخلي لك تخيلي نحن مجموعين بدونك قد ايه بنكون هيك بلا طعمه. بسم
سلامة لأولادك وزوجك. حبيبة قلبي لك يا مرت عمي. وأخيرا جينا لعند علي. اللي بس اجي أنا لهون شو بقول بعد لعقلي يا مرة مرقي على على علي وأكيد بحضر بعد بلادي هوني. تاني أنتوا بتجي من تاني مال؟ لا قلنا زمان. لا قلنا زمان ما جينا. أمانة؟ والله. أنا كيف فيك توقف السيارة هونيك؟ لا كنا. أنا حفظتكم بدي أجي من هالبعض. لك أنا بشي لعنده وأكون على الموتوسيكل بس. ها شفت. عرفت كيف السؤال؟ الموتوسيكل فيني. هلا اتفاجأت هلا جيت. عم يكتبوا لي بالكومنتات يا ليلى ما عدتي رحت لعند علي الخضرجي. هلا حروح لعند علي يكرم عينه. يلا. يكرم عينه تفضل. وصلنا. لك يا أهلا فيك. علي كيفك؟ زمان والله. اي والله صار من زمان ما بعرف. رمضان كريم مع انه حيخلص رمضان. اهلا وسهلا فيك. هلا ليكي خضرته ما شاء الله بتسهل. الحمد لله حجي. كيفك علي؟ والله الحمد لله منيح. بدي عم يسالوا عنك عندي بالكومنتات. اي والله صرت غار منك انا. كله عم بيحكي عند علي ما عاد رحتي عند علي. اي والله. اهلا وسهلا. يلا هلا جينا عند علي. يلا لنشوف شو عنده. هذا علي قال له قرب صوبنا نحن محلنا ساكنين. يا ريت يا ريت والله. يلا الله يرزقك يا رب. جينا لنشوف شو عندك اليوم يا علي. ليك الكما يا مرت عمي. كنا عم نحكي عن الكما. نعم. لكو هالبندورة. انا هاي البندورة كتير بحبها. هي معلقة طيبة هي. كأنها بندورة أردنية يا مرت عمي. شدلت الشعر ليكي. نعم. ايه مرت عمي بتحسيها اصطناعية ما كأنها حقيقية. سبحان الله. وطيبة. كتير طيبة. أردنية. نعم. علي أردنية. نعم. هي البندورة الأردنية. طيبة بدي منها هي علي. عطيني كيس عمل معروف. تفضل. بدنا خيار مشان السلطة. اليوم بدي أعمل سلطة لبن وخيار يا مرت عمي. علي بدنا نعم. كريان كيلو كريان ما صندوق. ما شاء الله. وش الصندوق؟ صاحب الصندوق. هذا علي هذا. هذا علي بتعرفه. سلم دياتك. اي وحده معك؟ هذه بتصير دي معلقه. هذيك المعلقه انا بحبها كثير. عمو حبيبتي كل حبه بتطلع طعم ثاني. اطيب شيء البندوره الاردنيه. هذيك يا اخي الله الحبه. بتكتي بتكتي ما بتخلص. ما شاء الله. تصور معك. هيها بانو احلاها. هي كمان اردنيه. نعم. هذيك لفتت نظري. هذيك بتحسها اصطناعيه. مزبوط. يلا حاخذ من هي كمان. ايه هيدي حبتها اها. شفتي نتفه صغيره بدك تمسكي الحبه بايدك تقولي عم قطع بندوره. صحيح. هديك بتشلح الحبه كلها مثل ما هي. هديك يا مرت عمي بتعرفي ولادي كيف بياكلوها؟ حاجه سيف الدين حاجه اهدر زعل منك. علي علي بيو اسمه سيف الدين. هديك هديك صعوبير. هديك ما شاء الله يحفظها عزتك من فوق لتحت الحبه. ما شاء الله. ايه بشهوا. بدنا جزر كمان يا علي عمل معروف. هذا ما شاء نزل العنب. الله يبارك. شغل وين هالعنب يا علي؟ هذا منه وعد دوقه لك على دوقه بالرضان. اللهم اني صائم. حد علي دوقه كارتيني الصايم اذا كان. اللهم اني صائم. الله علي لما الانسان يكون صايم هلا بيشيل الاخضر واليابس ما هيك يا مرت عمي؟ نعم. اللي جاي كرمله. هلا انا جاي كرمال الخيار. شوفي هلا بالاخر شو حاشتري. عنده اشياء جاي جديد. يا علي ليه عم تشقى؟ لا يا علي هلا بدي اشممنا الريحه. هلا بيعرف صايم ريحه البطيخ بشقه بقوي قلبي. انا بدي فجاه بتغير بس انا حمرا. عم تزعبل علينا. انا حمرا. المرت عمي منا حمرا. هيدي زعبوري ما تنسى الوقت مش لا. واذا كان احنا من كده اللي حمرا ده لك الريحه. الريحه عبت الارجاء. بطيخ بسم الله. دخل عينك يا علي. عن جد بضاعتك فريش ومن يوم يوم فريش وبتضلها فريش. ايه مرت عمي بدك اليان. ايه ليلى تفضلي. ما شاء الله. لا عن جد شيء ممتاز. ليموني بياكلوها الثاني. ايه عن جد كل ليموني. ليش هلا اشطر فرصه. بس انا اللي اشرح عنها. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اسم الله اسم الله. مستويه يا علي؟ صح لنا نزلتها ما شاء الله. صح لنا نزلناها. شغلان علي؟ صيدا والله. نعم. بعرف موسم نزال انتهى من زمان. لا استفي بعد هذا استرع الامه. ما شاء الله. الله يبارك. ايه وانا بدي جزر يا مرت عمي. ايه بدي كيس واحد. ايه كثير طيبة بيجيها ايدها. يا الله مودو شو بيحب. انا ولادي اجمالا الحمد لله بيحبوا الخضرة. هذا شو؟ افوكا. الله يبارك. بعد كيلو الافوكا اليوم يا علي؟ 170. ما شاء الله.
علي عبيلي كيليان أفوكا. شو السبب رخص علي ده؟ هلا الوقت هلا موسمه. هلا ما هو سامو. هما كان حوار 400,000 كيلو. ما شاء الله. وهي النوعية الطيبة. وأطول نوعية هذي. صحيح. زرعنا شجر أفوكاعنا بالجنينة. يلا كم سنة منبطل نشتري من عندك؟ مين علي؟ ايه والله والله. هلا علي مرت عامله بسم الله ما شاء الله كل شيء عنده بضاعته بتحكي بضاعته بتحب تيجي لعنده كثير. ايه والله اليزا عنده في مليون بيع عبري. شو السر مرت عمي؟ انا راح لك شو السر. خليه من الاخر بده يشتري شغله وما يكب منها شيء ينبسط فيها ياكلها كلها يجي لعند يجي لعند علي. هيدي هيدي كبيره كثير هيدي. اما فيكي تسترخصي تروحي لعند غيره بس تكبي كثير اشياء يمكن تسترخصي ب 10,000 يمكن شغله ال 50 الشغله اللي ب 50 يا مرت عمي تاخديها برا ب 40 بس ما تاكليها كلها تكبي منها. الله يرزق والله يبارك. امين رب العالمين. لفت نظري هالشمام. ايه بس واحد مرت عمي هرجينا ليكو مين مثلي اذا شايف الشمام ما بيقدر يقاومه. بلا حياخدها هي علي ما يأمر عليك ظالم. ايه هلا هلا موسم العقابية هلا. الله يبارك. هذه اسم مليسة قطم نوي بالسوق. يلا حناخد منها كمان والاكاديميا. الله يبارك كل حبة واختها. هني هول اللي عبالنا منهم يا مرت عمي. علي عبيلي كيلو عقابية. نحن بنسمي اللوز الأخضر عقابية. عقابية ليش عقابية أولاد؟ يعني بتعاقب الأشجار ورا بعضه. نحبي عي طبيعي. ما بعرفش سمي لي نوعيتها يا مرت. نورت اجت الكهرباء. كانت الكهرباء رايحة. قد ايه الكيلو العقابية؟ 500. سلم دياتك. هناخد بطاطا بتعرفوا ملكة الطاولة البطاطا. البطاطا بقد ايه الكيلو اليوم؟ هيدي 45. 45 نعم. قد ايه بناخد بطاطا يا مرت عمي؟ والله انا حسيت برمضان كتير استهلكت بطاطا. والله بطاطا بتجنن بتضايق زلعان اليوم ما شاء الله. هاي هاي جديدة ها؟ بتطلع طيبة كتير هاي جردية. جردية عم بيقول سيف الدين. في اسمها مصري. حناخد هاي الفليني علي مثل ما قالت مرت عمي. طيبة هيدي قلعة جديدة. طيبة قلعة جديد. لا والحلو انه ما فيها وحل يا مرت عمي. بتعرفي هيدي بيقولوا القص بيقميصوا بيفركوها بيفركوها هيك وما بيقشروها ما بيقشروها. صح صحيح. تفرجيكم اياها عن قريب. شو هيدا؟ هي هذا زوبع. حياخد زوبع كمان. شايفين حبايب قلبي القصوا بيقميصوا. ايوه ناخد زوبع. بدك هي ولا هي؟ اثنين يا مرت عمي. اثنيناتهم. هذا فول بلدي للزيت والكزبرة. هذا بتقلب زيت وكزبرة وثوم يا لطيف ما اطيبه. والكبير ما الي زمان عملته. للسلق زيت وثوم. هون قسم الحشيش للفتوش والتبولة. ما شاء الله ما شاء الله. بين اشواق صغيرة. غير شكل. بلدي حامض هاي شو الصيدة حطيت شو الصيدة اجى حلو قطر. زعرور سيداوي مصير. ايوه قطر شو هو الصيدة. زعرور سيداوي. نعم. احسن شيء زعرور السيداوي ما هيك مرت عمي؟ والبطاطا عندي محصوره دلوقتي. بدي هذا الاناناس. هيدا قطر نوي بالسوق اسمه طياره. شو سعر الوحده يا علي؟ اسمه طياره سؤال. حجي هاي جايب الطياره مو جايب البحر. اي مره سالت عنها لسه. يعني عليات لسه. ايوه الطياره اجاها احسن ما بالسوق قطر نمك. ايوه انا في ارخص منه بس مش طيب. هذا اطيب. يعني بتنصحنا فيه علي؟ طيب. اعطينا وحده اعمل معروف. قد ايه سعرها ما قلت لي؟ عجبتني هالكلمه طياره. قد ايه بس والله كم مره صرت قلتوا قد ايه سعرها؟ لا بقى تقولوا لي تعالي لعند علي. ما قال لي. لكن بتعطيك لك انت السعر غير 200. لا لا بدي شو بيعرفنا هذا هون سعر خاص. اها شفتي. تسلم تسلم الله يرضى عليك يا علي. تسلم يا علي كلك ذوق عشان ياخذوا فكره. بس ده حقه يا دايما بيع ده 800 اي والله رايحه نحكي رايحه اعمل لحمه مشويه وما عندي بصل صغير. هي على اخر لحظه صغار قد ما فيك يكون صغار. ايوه يسلم دياتك. اي والله ذهب ارخص منه.
أرخص من شو يا مرت عمي؟ من هذا البصلاي ليه بعد الدهب بتاعي. والله منيح اللي ذكرتيني يا مرت عمي. من جد هول كتير. ايه تمام قد ما تطلع ممتازة. تمام يلا مؤيد.